الرشوة، ومرسوم آخر يتعلق بتحديد عطلة الأسبوع ومواقيت الدوام على عموم التراب الوطني. وسيتدخل تباعا كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيوافيكم بتفاصيل هذا المرسوم، ومن بعده سيتدخل وزير الوظيفة العمومية والعملية وعصرنة الإدارة، وكذا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ومن بعد الوزراء إن شاء الله ستتاح لكم الفرصة لإثارة الأسئلة المتعلقة بالمراسيم والبيانات التي نوقشت في مجلس الوزراء اليوم معي ومعهم، ولكم الشكر. خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تمت المصادقة على مرسوم يقتضي إنشاء لجنة لمتابعة مكافحة الفساد. كيف تعرفوا قبل أسبوعين استعرض مجلس الوزراء بيان حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكان من القرارات اللي تم اتخاذها ذاك الاجتماع كيف قلت لكم هو إنشاء هذه اللجنة. واليوم صادق المجلس بعد أسبوعين من تقديم البيان على مرسوم المنشئ لهذه اللجنة. هذه اللجنة اللي تعود عندها مسؤوليات واسعة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، واللي تعود تتلقى كيف قلت لكم قبل أسبوعين جميع الوزارات كلهم اللي تعود عندها خطة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة تعود تتلقى التقارير اللي يتم إعدادها من طرف الجهات المعنية، واللي تتابع تنفيذ ذلك الخطط، واللي تعد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية ويرفع إلى البرلمان. ومن أهم مميزات هذه اللجنة أنها لا هي يتم فيها اتخاذ نفس طريق التشكيل السلطة العليا لتنظيم الصفقات من حيث التمثيل الثلاثي للقطاع الخاص المجتمع المدني والإدارة بالتساوي، معناها أن لا يعد أعضاءها 15، 5 يمثلوا القطاع الخاص و5 يمثلوا المجتمع المدني اللي يعمل مجال مكافحة الفساد والحكم الرشيد، و5 اللي يمثلوا الإدارة، يقعدوا كل 5 من اللي يمثلوا الإدارة اللي يعود واحد منهم المفتش العام للدولة، وفيهم مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات، وفيهم ممثل عن النيابة العامة، وفيهم مفتش عام للمالية، وفيهم المدير المسؤول عن الاستراتيجية على مستوى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، معناها أنهم معنيين بالدرجة الأولى بقضية محاربة الفساد. وهذه اللجنة إن شاء الله تعالى لا يتم تشكيلها قريبا ولا تباشر أعمالها، وتعود تتابع هذه الخطط اللي على مستوى الوزارات وتعد هذه التقارير اللي تكلمت عنها. وأشكركم. خلال الأسبوع الماضي وفي مقابلة له مع إذاعة وطنية حرة، قال الرئيس السابق أو الأسبق علي بن محمد فال إنه ليس من استقدم شركة شنغتيل إلى موريتانيا وليس معنيا بصفقتها، واتهمكم بشكل شخصي بأنكم كنتم وراء هذه الصفقة، وطالب الجميع وطالب بسؤالكم في الموضوع، وقال إنه سيصدقكم فيما ستقولون. إنارة لرأي العام أطرح عليكم السؤال في إطار تشكيل هذه اللجنة لمكافحة الرشوة. هناك عدة قطاعات موجودة سابقا كمحكمة الحسابات وكالمفتش العام للدولة وكالقضاء مثلا، لماذا تشكيل لجنة واللجان هذا المؤسسة شو يعدلها شو يعدل فيه؟ 15 عضو اللي 5 منها المجتمع المدني و5 من خصوص القطاع الخاص و5 من الإدارة، شنو التشكيل اللي يتعدل والطريق اللي يعينوا بهم؟ هذا كانوا عندهم شروط يجب عليهم عضو يتوفر في كل عضو منهم، والله هناك حد خاصة. شكرا. نسول كان اللجنة اللي من كبنها تشات للناس اللي كانت عندها
ملفات في الفساد، ليت تتابع امورها والله لا ليت سنتي عملها من جديد. هذه اللجنه قلت منها مكلفه بمتابعه مكافحه الرشوه، تحدثتم عن تشكيلتها وعن يعني مجال عملها، ولكن ما هي صلاحياتها؟ هل من صلاحياتها اذا هذه التقارير التي ستصدر بحق جهات معينه واشخاص، هل لديها الصلاحيه بارسالهم مثلا الى سجن دار النعيم او الى ام انها فقط تقارير ترفع تنشر وتنتهي القصه؟ سيد الوزير، هذه والعبد العزيز اعلن في مأمور عند قدومه الى الرئاسه انه اعلن حرب على الفساد، وهذه مأمورة الثانيه شكل لجنه، هل هذا يعتبر ان الخطه اللي كان معدل الفساد انها فشلت واضطر الى ان يشكل لجنه جديده؟ قضيه تحليل المعلومات الماليه اللي في البنك المركزي الموريتاني، شنو لا يعود دورها في لجنه المتابعه؟ وثانيا نختار نعرف لماذا سمت لجنه محاربه الرشوه بدلا من لجنه محاربه الفساد، بين الرشوه لا جزء بسيط من الفساد. وشكرا. اذا نبدا بالاسئله اللي مطروحه لي بصفتي وزير، ونعقب نرجع للسؤال المطروح لي بصفتي الشخصيه. لاني انا اليوم هون بصفتي وزير بالحكومه الموريتانيه، ولذلك اللي نجاوب اولا على الاسئله اللي تتعلق بالموضوع. بالنسبه ل طرح سؤال، لماذا انشاء لجنه في الوقت اللي موجوده محكمه للحسابات وموجوده مفتشيه عامه للدوله وموجوده قضاء؟ في الحقيقه هذا ادوار متكامله، لان المفتشيه العامه للدوله كيف تعرف تتدخل، لان يعود يتم استشعار عن فما شبهه فساد في البلده، تجيها وتفتشها وتتاكد من الوضع القائم فيها. محكمه الحسابات عندها نوع من الرقابه البعديه قالوا، وعندها برنامجها تعدلوا على كل سنه، ولا غادي يلوش في كان فم شبهه والله ما هي شبهه، عندها برنامج ومسطره ماشي عليها وتعدل تقاريرها. والقضاء اللي تفوت تنشبر مشكله في الفساد سواء تعلق الامر بمحكمه الحسابات والله مفتش العمل الدولي يحال القضاء. اللجنه الصح هذه دورها مختلف، دورها هو انها تسهر على تطبيق الاستراتيجيه الوطنيه محاربه الفساد، وتشكيلتها تعكس اراده اشراك مختلف الفاعلين في الساحه، لانها زل الثم المجتمع المدني اللي نشيط مجال الحكم الرشيد، وزل الثم القطاع الخاص، وزلها من الاداره، بينما هؤلاء الاخرين اجهزه حكوميه، ياك نعودوا عندنا رؤيه مستقله لمتابعه ما يجري في مجال مكافحه الفساد. وبالتالي هي عندها صلاحيات واسعه في متابعه تنفيذ الخطط، وكيف قلت لكم ترفع تقرير لرئيس الجمهوريه وترفع تقريرها ايضا للبرلمان، وهذا مهم. وفيها قاع روايه اخرى عن نص المرسوم عن يقدوا الشركاء في التنميه يشارك يحضروا الاجتماعات كمراقبين، من اجل زياده الشفافيه وزياده اتاحه الفرصه لمختلف وجهات النظر عنها تدري بدلوها وتقيم ما يجري في مجال مكافحه الفساد. تم التساؤل عن طريقه عمل اللجنه، اللجنه تعود عندها امانه دائمه كهيكل اداري، هو اللي يضبط امورها، غير عندها رئيس يعود معين مرسوم من رئيس الجمهوريه، وعندها طبعا اعضائها، وله فور تعيينها يتعدل هي نظامها الداخلي. طبعا هنالك نقاط مطروحه الدور هي تدرسها وتشوف الاليات الكفيله بتنظيم عملها. تم التساؤل ايضا درايه كان ملفات الفساد السابقه اللي يعنوها، كيف قلت ملفات الفساد لا ملف فات قاس القضاء لك مسؤوليه القضاء، ملف عند محكمه الحسابات لا يثبت فيه محكمه الحسابات وتقول كانوا لا يقيس القضاء والله كانوا يتخذوا فيه اجراءات اخرى، والله عند المفتشيه العمل الدوله مولي الدور هي تتخذ فيه الاجراء اللازم تحوله للقضاء والله تتخذ فيه اجراءات اخرى. تم التساؤل عن صلاحيات اللجنه، كيف قلت لكم عندها صلاحيات واسعه، عنها جميع التقارير تطلبها من جميع الجهات، تقبل جميع المعلومات وتشكل فرق عمل وتشكل لجان، صلاحياتها واسعه تماما. تم التساؤل عنها لماذا لجنه في المأموريه الثانيه؟ كيف قلت محاربه الفساد في البيان اللي قدمه المجلس الوزراء قبل اسبوعين واللي انا عرضت لكم هنا اياها، شفنا الحصيله الايجابيه الكبيره اللي تحققت في مجال محاربه الفساد. واهم من اهم تغيير العقليات في المجتمع الموريتاني.
عن ذا اللي كان ينقالوا فقراش اليوم ينقالوا مفسد، وذا اللي كان ينقالوا منفوش ينقالوا رجل نزيه رجل شريف. هذا أعتقد أنه تغيير في عقلية الموريتانية وتعاملهم مع الشأن العام. كذلك تذكروا كاملين ذوك مختلف القطاعات اللي سارت لكم ما تم تحقيقه فيهم في المجال، غير حرصا على إعطاء دفع جديد لهذه القضية، وياك مولي يتم فيها إشراك جميع الفاعلين. كان يخلي كانت عدل الحكومة وعدل مجلس الحكومة، وينقال عنه لا معدلت الحكومة وعنها قلت له قام عدلت وياك إياك تسوي به بعض القضايا السياسية. ظهرك بعد لهن دخل المجتمع المدني والقطاع الخاص ويجوا والشركاء في التنمية عادوا يختاروا يجوا كمراقبين يجوا ونشوفوا. إذن هذا هو مغزى من تعدالها. انطرحت قضية تسميتها هي قالها لجنة متابعة مكافحة الفساد، ما هو الرشوة. تشكيل أعضاءها 15 عضو، خمسة اللي يعنوا الإدارة فاتحدتهم قلت عنهم مفتش العام للدولة، وعنهم مفوض لدى محكمة الحسابات، مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات، ومندوب عن النيابة العامة، ومفتش العام للمالية، والمدير المعني بالاستراتيجيات في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية. بالنسبة للقطاع الخاص لا يعود واحد عن الغرفة التجارية، وأربعة عن اتحاد أرباب العمل بما عندهم عدة اتحاديات يختارهم. بالنسبة للمجتمع المدني فهم خمسة يشوفوا أجهزة المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد والحكم الرشيد، ومليت تشوف الطريقة اللي ينخطروا بها. اللجنة تتلقى جميع المعلومات من جميع الجهات، هي تحدد هي بنظامها الداخلي تحدد آليات عملها. خارج سؤال طرح لي أنا بصفتي الشخصية ما بصفتي كوزير، فعلا الرئيس الأسبق علي محمد فؤاد في مقابلة مع أحد الإذاعات الحرة قال ذاك القال في أخبار شنقيتل، واعتبر عني أنا هو اللي يلا نسول عنها واللي نسول عنها بعد مولينها نعطي أخبارها. نختار ذكر بالسياق العام بعد قال قضية شنقيتل وبالسياق العام اللي نحن فيه اليوم. أنا اليوم أمامكم اليوم كوزير في حكومة، القضية شنقيتل خلقت سنة 2006. أنا لم أكن أتقلد في ذلك التاريخ أي منصب رسمي، كنت عايش في الخارج. إذن هي خرقت كيف تعرفوا إجراءات الرخصة، خرقوا في النصف الأول من سنة 2006 وتم منح الرخصة في يوليو 2006. أمارك بتذكروا كاملين 2006 من هو رئيس موريتاني؟ مرحلة انتقالية 2006 أنا في تم منح الرخصة أنا في منين؟ أنا ساكن في الخارج الساعة، معناها أني ما عندي أي صفة رسمية قد ينشاف أول شبهة لا حد عنده سلطة يقدر يستغلها ياك يضر حد ولا ينفع. الأول في شبهة هم موريتاني حر فعنه يجيب اللي بقى يجيب ويكري اللي بقى يكري ويبيع اللي بقى يبيع له ويشري عند اللي بقى يشري عنده، ما هي قد حد يشوف عليه. وإحقاقا للحق أنا فعلا كان لي دور بمجيب تأكل مستثمر، واعتز عن جبت مستثمر عربي إفريقي للاستثمار في بلدي في مجال حيوي مجال اتصالات، هذا اعتز به شخصيا. غير شخلك قول بيضان أشبه جياب أشبه قوام من جياب، جبتها غير ما قومتها قوام حد أخر. ودي جبار منها 10% ما هو أنا دي بقى 10% من اسمها ما وانا حق قدود ونكفر دي بعني لين اجبار منهم 0.5 وتدفن دي انا خارج عني لين اجبار من 0.5 وزد لامس سنحانيهم بعد ما بطريقها. وحسب المعلومات المولي اللي عندي عن الناس المولي كانوا يدوروا عنهم يخلصوا لهم ويكلسهم ولا يخلصوا لهم بعد. اخر المعلومات كانت عندي ساعة قد نود ماني اجور حتى في ذاك الموضوع. اذا ظاهر لي عن قضية واضحة، اللي عنده سلطة يكساعة قد ينفع بها وضر هو، واللي يكساعة عنده واللي قبال الملف وكلف به حد وقرب له هو، واللي دارني أنا على الهامش في قضيتها هو. إذن القضية يا رب يسول عنه الله هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل
الامتداد التراب الوطني ابتداء من 1 أكتوبر 2014. الله يعود إن شاء الله. العمل يبدأ من يوم الاثنين الساعة 8 إلى الساعة 5، الاثنين والثلاثة الأربعاء والخميس، ويوم الجمعة من الساعة 8 إلى الساعة 12، لكن يجبر الوقت لتأدية الصلاة. هذا له يمكن الفاعلين الاقتصاديين والإدارات اللي بارتباطهم بالخارج من تحسين تنافسيتهم. له يطبق على القطاعات العمومية والمؤسسات، وما يعني القطاع الخاص له نبدأ في الإجراءات القانونية اللي تحدد مدونة الشغل، تعود الساعة اللي انتهت إن شاء الله يبدأ اللي يطبق عليه. إذن الأسبوع 40 ساعة هي اللي محدد المدونة، واحتفظنا بذيك الأربعين، ما تغير فيها شيء. شكرا. أولا السؤال، فعلا احنا بلدنا كانت حاجة يوم الحد، طبعا ياسر من المؤسسات اللي في الخارج ما تشتغل، وبالتالي نعود احنا زهيدين النهار. لكن الإشكالية اللي عندي واللي مسول عنه هي كان وزارتكم اتخذت شيف رقابة الوقت نفسه الأيام الشغلة قاع، لأنك نادرا ما تجبر مسؤول الساعة 9 والله 10 في مكتبه، هذا طول أيام الأسبوع، زيدهم أن أنتم هم اللي أضم بنهار أخر، معناه أن هذا أعتقد على أنه منهك الإنتاج القومي. وشكرا معالي الوزير. فيه تعليمات صارمة بتطبيق هذه المواقيت، وإن شاء الله الدور لا تشوفوا على أنها لا تطبق بصفة جدية إن شاء الله. كان عندنا 5 أيام فيما يخص قطاع التعليم خاصة، يعتبر المختصون فيه أن هذه 5 أيام غير كافية لتدريس المقررات الدراسية. اليوم أصبح عندنا 4 أيام ونصف يوم فقط. هل سيستثنى قطاع التعليم من هذه العطلة الجديدة أو من هذا نصف اليوم، أم أن هذا القطاع يعتبر قطاعا ليس في الأولوية بالنسبة لحكومتكم؟ القطاعات اللي أصلا تنعفى من ذا التوقيت معفية منه، والوزراء المعنيين كلهم لاهي يحدد التوقيت اللي يليق لذاك القطاع، منهم التعليم فعلا، والصحة، والجيش، والإدارة لرك. هذه العطلة فعلا لهي تسمح بأن نتافقوا مع ذا العالم الخارجي. كنا نعودوا احنا نشتغلوا وهما ما يشتغلوا، ونعودوا احنا طالعين وهما ما يشتغلوا وحنا نشتغلوا. إذن لهي نوافقوا أوقاتنا مع العالم الخارجي اللي ياك نعودوا قادين نتافقوا معاه، ولا نتافقوا معاه في الاقتصاد وكل شيء. في الانتخابات الرئاسية الماضية أعلن رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز بأنه سيقوم بزيادة معتبرة لرواتب العمال. متى ستكون هذه الزيادة؟ وهل هي معتبرة كما قيل في السابق؟ ومنين تابع لها وهي مخالفة؟ إذن تعرفوا كاملين على أن فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز هذه ما هي منطقة الأولى، والالتزامات اللي يقبض دائما لا تنتجز. إذن الالتزام قبض في الحملة الماضية يدور إن شاء الله ولا ينتج. Est-ce que vous nous disiez par rapport à cette décision, est-ce qu'il y a un chiffre qui permet de dire qu'il y avait un manque à gagner tant qu'on était dans le week-end qui concernait le vendredi? Est-ce qu'il y a vraiment des données chiffrées qui vous ont permis de comprendre que tant qu'on était dans ce week-end de vendredi samedi, il y avait une perte en termes économiques? Merci. واضح على ان مد تتعامل مع دول أجنبية وامتنمنا في الاقتصاد، وذا اللي عندها كامل جاي لا منشورها
على انها لما تعود متفقه مع هذا العود لا فهم خساره. اني نقول لك في الوقت الحالي على اني عندي الارقام ما هي عندي. يغل الخساره خالقه واداراتنا واضح فيها على ان قله اتفاقنا مع اخوتنا اللي مراقبنا ونتعاملوا معاهم لانها مأثره على عملنا واني انا عندي اليوم الارقام ما هي عندي. هذه الاموال الوكالة العضوية للدولة واللي هو اللي هو خدمة خاصة والله الوقت كانوا ما زالوا يطرحون التساؤلات حول وضعيتهم القانونية. قضية العمال غير الدائمين تنقلنا لكم فيها الخالق. عمال غير الدائمين وضعيتهم في الوقت الحالي عند لجنة فنية تدرسها وعملها متقدم، وقلت لكم الأسبوع الماضي أعلنها في أسابيع قلال أعلن نتائج ذاك دور يظهروا لكم ولا تعجلوا عنه، دور يجيكم إن شاء الله ودور تسوون قضيتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. هذا القرار اللي اتخذه مجلس الوزراء اليوم اللي تحدث عنه وزير الوظيفة العمومية حول تغيير عطلة الأسبوع من الجمعة إلى السبت والأحد، أبقي مبين شوية لأنه فهم بعض من الملابسات ربما تكون عند بعض من العوام. الكثير من العوام يعتقد أن يوم الجمعة أو يعتقد أن الشرع طلب التعطيل وترك العمل يوم الجمعة، وهذا غير صحيح، بل نص الفقهاء على كراهة ترك العمل يوم الجمعة. ولهذا قال خليل في المختصر رحمه الله تعالى: وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها. في مكروهات الجمعة أي كره ترك العمل يوم الجمعة. قالوا شراح المختصر هون على أن هذا محل إن فعله على وجه الاستنان، وأما إن فعله على وجه الاستراحة فلا بأس. معناها إذن لن ترك العمل يوم الجمعة لا تريده الشريعة الإسلامية ولا تأمر به وليس من مقاصدها، بل على العكس من ذلك الشريعة تأمر بالعمل في كل يوم وخاصة يوم الجمعة الذي هو يوم فاضل. وإذا نظرنا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يعطلون يوم الجمعة؟ لا، كانوا يوم الجمعة يتفرقون في أعمالهم، ولهذا جاء الأمر بالغسل الذي تعرفونه يؤمر به كل مسلم على وجه الاستنان يوم الجمعة. يؤمر بذلك الغسل لماذا؟ من أجل أن يتنظف المسلم من الأعمال التي كان يمارسها قبل ذلك. إذن معناها على أن هذه الإشكالية اللي عند الكثير من الناس اللي يعتقد أن يوم الجمعة طالب الشريعة على أنه يعدل أطلق، هذه غير صحيح، هذا أمر غير صحيح. هذا الأمر ما نال الله مطلوب فيه العمل كما قلت، وهذا يحتاج لأن يبين للعوام، أما من له دراية بالفقه وبالشريعة فهو يعرف ذلك. وأشكرك. نازلة الاجتماع الحكومي اليوم هي إلغاء عطلة الجمعة وإعلان السبت والأحد يومي عطلة. هذا الإلغاء يعيد إلى الأذهان قرارات والطاع في أيامه الأخيرة والمرتبطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. كيف تبررون إبدال جمعة الموريتانيين سبتا في عهد رئيس العمل الإسلامي وصاحب قرار قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهل هي بداية لمرحلة الرحلة في الاتجاه الآخر؟ للتذكير، الجمعة ما هي للموريتانيين، جمعة لكل المسلمين ويوم مقدس عند كل المسلمين، والمسلمين لا فرق بين من هو موريتاني من هو من أمة أخرى. هذه ناحية. اللي ينظر شنو اللي ينقال، حد يقول له يجيب مبحث في القضية، والله يقول دي القضية كذا كذا كذا، موقف الشرع منها كذا، غير كون الموريتانيين تعودوا على أن يوم الجمعة يوم عطلة، هذا لا يشعر، هذا ليس تشريعا، الموريتانيون لا يشرعون. صحيح فخامة الرئيس ورئيس العمل الإسلامي، وذي الرواية اطمأنوا على أنها إذا كان فيها أي شيء مخالف للشرع ما هو ليه ما هي اللي تعدل، واطمأنوا أيضا على أن ما فيكم رجاج أحرص على الشرع من الناس اللي في السلطة وخاصة فخامة الرئيس والحكومة اللي معه. العمل اللي هل هو عمل الدنوي او عمل اخر؟ كي العمل كي عمل الدنوي كما تعرف يتعكس مع عمل اخر. العمل اللي نص على كراهة تركه يوم الجمعة العمل الدنيوي، ما المقصود به العمل الاخرى؟ هو المقصود، ولين ترجع للشراح تشوف ذلك. مولانا قال: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فانتشروا في الارض بعد الصلاة، لماذا إذا كانت الحكومة حريصة على العمل في يوم الجمعة وعلى التزام هذا الأمر أن تعطل في بداية
يوم الجمعة، وبعد تمتثل هذا الانتشار بأن يكون مساء اليوم هو عمل قبل الجمعة. الناس اللي تنطلص ميدي مالها ميدي ميدي كفيلة برقاش بعد اللي يصلي الجمعة الغسل كافين، نص ساعة قاعد إلى طيناه حد بعد اللي يصلي الجمعة كافين، ومعنى الله اللي فيها فائدة أخرى على أن الكثير من الناس حسب اللي مشاهد في هذه المرحلة الأخيرة على أن الكثير من الناس يخرج في عطلة الأسبوع لين عادت عطلة الأسبوع الجمعة، وأنا قد قلتها لبعض من المسؤولين مرة ماضية أن الكثير من الناس يخرج ولا يصلي الجمعة، معناها بقاء الناس بعدهم في فائدة أن يتم تصلي الجمعة. بدعا هناك أخيرا أعلنتوا إضافة شوي للحجاج في أخبار تدعو عرفتوا أكل الإضافة، هذا ممكن أعرف توضيحات شوي عن وشين هي الإجراءات اللي تخطوا السنة مقارنة مع السنة الماضية، بس مكو وزير جديد وشكرا معي. هذه الزيادة هي زيادة طلعت لنا وظهرت لنا بعض كان في مخلل فني ما تطلع للإيمان، ولين ظهرت ما انجحدت ولا ولا في الفتح عن الناس ولا عدلت بها الأخلاق لرقاج، انقبلت وعدت بها قرعة شفافة أمام جميع الناس، وهذا لو تعرفوا الناس اللي كانت في مكامل تواصلوا لعنهم قد عودوا مرشدات دينيات واختاروا يمشوا مع النساء مرة بالحجة وعندهم المطالب، ولكن انتم مستجابين للقضية نبغي نعرف كيفكم في المستقبل لا يستجابوا لا والله تشوفوها شوي عندها تبدأ. كون البعثة تتخذ النساء مرشدات هذا أمر جيد، هذا ما يقدر أجاب عنه، لا إن شاء الله لنعود العام المقبل ويجونا يدوروا ونراو مدة فيها الأهلية، هذا قال له هو اللي ندوره لأن نختاره لأن نراو مرات عود قد تتم تتكفل بعملية الإرشاد للنساء، يا غير بعد تعود فقيها بأحكام الحج لأن الناس اللي تمشي تأطر فم تعود فقيها بأحكام الحج، هذا اللي نراو قاع هو اللي نبغه يبي اللي عود يتموا النساء في بلد وتم تدرسهم مرات في قطاع التوجيه الإسلامي. خلال السنوات الأخيرة تسربت الإعلام مجموعة من الملفات تتعلق بالحج وبإفطار الصائم وبعمليات فساد منتشرة في مختلف إدارات القطاع، هل وضعتم اليد مباشرة على هذه الملفات وكيف تقيمونها من ناحية الفساد من عدمه؟ وشكرا. القطاع الآن كيف أننا قاعد تباركنا معها مثل جميع الملفات مثل ما تباركنا معها، وإن شاء الله أي شيء كامل فيه ليمشي الله على الجادة والصواب. أشكركم والسلام عليكم. هل ما زلتم مع الوزير ناطقا باسم الحكومة؟ فقط يعني مبرر هذا السؤال هو حذف جملة النطق باسم الحكومة من اللافتة، لا ندري فقط لتوضيح الرأي العام أيضا. السؤال الثاني، بالأمس حسب مصادرنا الخاصة والموثوقة قام الوزير الأول السيد يحيى الحدامين بجولة وزيارة تفقدية لبعض المنشآت الحكومية شملت وزارة الداخلية وإدارة العقارات وبعض الأماكن المتضررة من الأمطار في مقاطعة عرفات وسكوشين، يعني هذه وحسب علمي ايضا متواضع لاول مره يكون هناك نشاط يقوم به وزير اول دون ان تحضره وسائل الاعلام العموميه على الاقل او الرسميه، لست ادري هل العموميه او الرسميه ايضا. هل سؤال بالتحديد، هل هذه سياسه جديده لدى الحكومه الجديده تقوم على متابعه العمل وانجازه وترك المواطنين يلمسون الانجازات على ارض الواقع بدل تسويقها في الدعايه الاعلاميه؟ الناطق الرسمي باسم الحكومه في هذا العهد أضيفت إلى الوزارة، وأعتقد أنها صفة متنحية بالنسبة للوزارة ليست صفة ثابتة، والصفة المتنحية عادة أنا أحدهم قال لي السيد المدير قلت له لا، عادة المناطق لا ينعتون بالصفة المتنحية، المرة عليك الرجل الذي يرتدي جلبابا أزرق يمكن أن يبدله وبالتالي تختفي معالمه. فالنطق إلى الآن لدى هذه الوزارة، قد يحجب النطق في أي لحظة عن الوزارة وقد يظهر في يكون فيه الخفاء والتجلي في أي لحظة، والدولة لها السلطة التقديرية في أن تمنح الناطق الرسمي لأي وزير كان، وأعتقد أن وزير الوظيفة العمومية السابق ولد داهي كان ناطقا باسم الحكومة فأزيلت عنه ولم تظهرها الوزارة، فكنا قد ارتكبنا خطأ عندما وضعنا الناطق الرسمي باسم الحكومة أو النطق الرسمي بالنسبة للوزارة في عنوان الوزارة واختفت. هي الزيارة المفاجئة المقصود، ما الغرض منها؟ الغرض منها أن يشعر كل قطاع بأنه ربما يفاجأ أو يباغت بزيارة الوزير الأول. أي منطق ترافقك وسائل الإعلام وأنت ذاهب إلى زيارة
مفاجئ، أي منطق هذا؟ لا يستقيم. سيد وزني سؤال عن قضية إضراب أمس أم يدخل اليوم العاشر، الدولة ما زالت لم تتدخل، العمل متعطل، المستثمر والله مدير الشركة أمس أم لم يستجيب لمطالب العمال، والقافلة ما زالت تسير والعمل ضائع، منظر هذا يتماشي إلى أين؟ فعلا المفاوضات قائمة والأطراف مسألة تتفاوض، أولافات توافقت والإضراب مسألة تعب يقار نتحراو على أنها لا تتوقف أسرع وقت. الإضراب مسألة عادية وقانونية إلين يعدل بطريقة القانونية. أمسام فيها إضراب ذو قوة، ولا فهم حد ينزرق، ولا فهم حد دافع، ولا فهم كاس مكبوب الحد يسوه منهم، والأطراف قعود على طابلة مع المفتش وتحت سلطة الوالي ويفاوضوا. إذن ما فهم شيء آخر أكبر من قدو. السلام عليكم ورحمة الله.